السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، بسم الله نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم، الباب الخامس، النقود والمصارف. ولابد في هذا الموضوع أن نتطرق ماذا نقصد بالنقود. النقود هي أي شيء مقبول قبولا عاما ويكون الناس مستعدين لقبوله في تبادل سلعهم وخدماتهم. إذن قيمة النقود وأهمية النقود من خلال انه المجتمع وكل المجتمعات متفقة انه هي وسيلة للتبادل. لماذا وسيلة للتبادل؟ بعد قليل حنوضحها شنو بماذا تميز النقود لاستخدامها كوسيلة للتبادل. وظائف النقود، النقود بها نوعين او مجموعتين من الوظائف، الوظائف الاساسية والوظائف الثانوية. الاساسية والثانوية، الاساسية هي اثنين، النقود واسطة للتبادل والنقود مقياس للقيمة. وبعد قليل حنوضح بالتفصيل ماذا نقصد بواسطة للتبادل مقياس للقيمة. هذه الوظائف الأساسية. أما الوظائف الثانوية أو المشتقة هي أولا النقود أداة لخزن القيمة، النقود وسيلة للدفع المؤجل، إضافة إلى أن النقود تستخدم وسيلة لتبرئة الذمة أو الدفع من طرف واحد. حنحاول نوضح هذه الوظائف الأساسية والثانوية. النقود واسطة للتبادل. أهم ما يميز النقود لتكون واسطة للتبادل والمجتمعات جميعها متفقة أنه تستخدم هذه الأوراق اللي هي الأوراق النقدية كوسيلة للتبادل بعمليات الشراء والبيع، هي إن الشيء الذي يستخدم كوسيط للمبادلة ينبغي أن تتوفر فيه جملة من الخصائص. ليش يتميز النقود أو الأوراق النقدية؟ أنه كافة المجتمعات متفقة أنه تستخدمها كوسيلة للتبادل. ليش؟ لأن هذه الوسيلة للتبادل لابد أن تتوفر بها مجموعة من الخصائص. ما هذه الخصائص؟ أولاً القبول العام، اثنين سهولة الانقسام، أي عملة الآن؟ عملة نقدية أم 25 أن أنت ممكن تصرفها إلى فئات أصغر، إذن هي قابلة للانقسام وتتميز بالقبول العام. ثلاثة طول البقاء وسهولة الحمل والتشخيص. المادة اللي مصنوع من عندها هي مو ورق عادي، بحيث أنه ممكن تبقى فترة زمنية أطول، فإذن هي تتميز بطول البقاء وسهولة الحمل والتشخيص. احنا الأوراق النقدية كلها معروفة قيمة كل ورقة، أم 25، أم 10، أم 50، أم 5000، إذن كلها مشخصة. النقطة الرابعة، تصنع من مادة متجانسة تكون لها قيمة كبيرة وحجم صغير. نقول هذه الورقة فئة 50 أو 25 دينار أو 100 دولار، قيمتها كبيرة وحجمها شنو يكون صغير. إذن هذه المميزات اللي لابد أن تتميز بها أي وسيلة من وسائل التبادل على مود تكون وسيط للمبادلة بعمليات البيع والشراء. النقطة الثانية اللي هي من الخصائص الأساسية أو العناصر الأساسية، النقود كمقياس للقيمة. تستخدم النقود كمقياس عام لقيمة السلع والخدمات وتقدير الثروة، ولهذا السبب توصف النقود بأنها وحدة للحساب أو لحساب القيم الموجودات والمطلوبات والتكاليف والإيرادات. إحنا أي سلعة نبيعها أو نشتريها أو نقدر تكاليفها أو إيراداتها تحسب بقيمة نقدية. فإذا مقياس للقيمة وتحديد لقيمة السلعة والخدمات نستخدم شنو؟ النقود. هذه هي الوظائف أو العناصر الأساسية اللي هي مقياس للقيمة وأداة للتبادل. الوظائف الثانوية، أشرنا إلى ثلاث أنواع من هذه الوظائف. النقود أداة لخزن القيمة بعمليات البيع وعمليات الشراء، دائما أكو فترة بعمليات البيع والشراء تكون فترة قد أني أبيع السلعة بس أنتظر فترة زمنية لحد ما أشتري سلعة ثانية أو أشتري احتياجاتي. فإذا هنا فالسلعة تبادل أولا بالنقود ثم تستخدم النقود لشراء السلع والخدمات الأخرى، وقد يحصل أن توجد رغبة للبيع لكن لا توجد رغبة عاجلة في الشراء، وهذا يعني تأجيل المعاملة الثانية والاحتفاظ بالنقود. فلهذا النقود تستخدم شنو؟ مخزن للقيمة.
النقود كمقياس للدفع المؤجل، احنا نشوف كثير من الاحيان انه احنا قد نتفق انه اخذ من عندك هذه السلعه بس ادفع لك بعد فتره، بس بعد فتره انا حدفع لها شنو؟ بقيمه نقديه، مبلغ نقدي. فاذا النقود ممكن تستخدم كوسيله للدفع المؤجل. الوظيفه الثالثه اللي هي النقود وسيله لتبرئه الذمه، هذه الوظيفه الثالثه، النقود تعد وسيله لتبرئه الذمه من خلال إخلال بالالتزامات التعاقدية أو تعويض لشخص ما، فإذا تدفع من قبل شخص إلى شخص آخرين أو شخص آخر، فتعد النقود وسيلة لتبرئة ذمة هذا الشخص. فهذه الوظيفة الثالثة من الوظائف الثانوية. الموضوع المهم الآخر اللي أريدكم يعني تركزون عليه اللي هو النظام الورقي، هذا مو الروقي، الورقي، الورقي، النظام الورقي. النظام الورقي سابقا او بمواضيع اخرى ما تطرقنا لها انه كانت النقود تبادل بقيمتها من الذهب، لكن بسبب زيادة الحركة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي وسير العملية الاقتصادية وعجلة التنمية، أصبحت ما نقدر كل المبالغ النقدية تقدر قيمتها بالذهب أو تبادل بالذهب. سابقا كان بالإمكان أنه نبادل هذه العملة بما يساويها من ذهب موجود لها بالمصرف، أروح أنطي هذا المبلغ من المال أستلم ما يقابله بالذهب. لكن بالتطور أصبح النقود الورقية المتداولة واللي تصدرها الحكومة لا يوجد لها غطاء ذهبي كامل، بل قد تكون هناك ما يقابلها سلة من العملات إضافة إلى الذهب. يعني ممكن أنا كبنك مركزي للدولة أحتفظ بالنقود الورقية إضافة إلى الذهب، بما انه يعزز من مكانة وقيمة عملتي، فممكن احتفظ بالدولار باليورو اضافة الى الذهب. فاصبح النظام هو نظام ورقي، تبادل النقود بنقود اخرى، او ممكن انا اشتري الذهب بس البنك المركزي ما اصبح هو الطرف اللي ممكن يزودني. بذلك البلد اللي يخرج من نظام الذهب تكون نقوده الورقية شنو؟ إلزامية. ليش إلزامية؟ حناخذ بعد قليل شنو خصائص هذا النظام الورقي. هي النقود الورقية غير قابلة للصرف بالذهب، إلا أن هذه النقود تبقى متمتعة بقوة إبراء غير محدودة مستمدة من قانون الدولة. اللي ينطي قيمة لهذه النقود ولهذه الأوراق أنه نتداولها ونستخدمها ونستفاد من وظائفها هي قوة الدولة، قوة المشرع التي تتداول في ظله هذه النقود، مع أن قيمتها مقدرة بالذهب ولم تبقى قيمتها أصلا نتيجة توقف صرفها بالذهب، إلى أن عدم صرفها لم يغير من شأنها. إحنا صحيح الآن ما نروح البنك المركزي نأخذ قيمة هذه النقود بالذهب، لكن هذه النقود لا زالت تتمتع بأهميتها ومن مكانتها. ليش؟ لعدة خصائص. ما هذه الخصائص؟ أولا أن النقود وطنية بصفة أساسية. ليش؟ لأن الدولة تدعم هذه النقود والدولة هي اللي تصدرها والمشرع هو اللي يعطيها قيمتها القانونية وأهميتها بالتداول لدى الأفراد، لأن الدولة تدفع الرواتب والأجور والمستحقات وتكاليف وقامت مشاريع، كلها تدفع بالقيمة النقدية الورقية المعتمدة من قبل الدولة، لا قيمة لها بصفة سلعة. هذه النقود اللي احنا نتداولها ونستخدمها لإبراء ذمتنا او بالتبادل او بالدفع، قيمتها كسلعة، ونقصد هنا قيمتها كسلعة مادة الورق اللي مصنوعة من عنده، هو مجرد ورق ما الى قيمة بقدر قيمة ما مطبوع عليه وبقدر قيمة اهميته من خلال الدولة اللي تمنحها هذه الأهمية وهذه الأماكن وهذه المكانة في التبادل
فإذا لا قيمة له بصفة سلعة، أنه أهميته قليلة جدا، لا تدفع قيمته بالذهب، وقيمته تتغير كثيرا. ليش تتغير كثيرا؟ نتيجة تغير أسعار الصرف والظروف والنشاط الاقتصادي والأزمات الاقتصادية اللي ممكن يمر بها البلد. نأتي على الموضوع الأخير محاضراتنا اللي هو التجارة الخارجية. لماذا تنشأ التجارة الخارجية؟ تنشأ العلاقات الاقتصادية الدولية نتيجة لانتقال السلع والخدمات وحركات عناصر الإنتاج من عمل ورأس مال دوليا. فنتيجة لحركة النشاط الاقتصادي تنشأ ماذا؟ التجارة الدولية اللي هي صادرات واستيرادات. التجارة الخارجية تختلف عن التجارة المحلية، هناك عدة وجوه للاختلاف ما بين التجارة الخارجية والتجارة المحلية. اللي ما نقصد التجارة الخارجية ما بين الدول والتجارة المحلية داخل الدولة نفسها. شنو هي أوجه الاختلاف؟ أولا حركة عوامل الإنتاج. عوامل الإنتاج من عمل من رأس مال ممكن انتقالها داخل الدولة، داخل المدن، داخل المحافظات، داخل الأقاليم هذه الدولة. الحركة تكون جدا مرنة وجدا سلسة ولا توجد عليها أي قيود. لماذا؟ لأن ماكو ابن البصرة يريد يشتغل ببغداد، ابن بغداد يشتغل بالموصل، ماكو عليها قيود مثل ما إذا شخص يريد يروح يشتغل بدولة ثانية. حتكون اكو قيود تحد من سفره، من هجرته، ضوابط للعمل. فإذا حركة عوامل الإنتاج هي داخل البلد أفضل مما هي بخارج البلد. الحواجز المصطنعة داخل البلد ما بين الأقاليم والمحافظات لا توجد حواجز مصطنعة. ماذا نقصد بالحواجز المصطنعة؟ مثل التعرفة الجمركية، نظام الحصص، نظام الإجازات، الحظر، القيود الإدارية. هذا كله ما موجود بداخل الدولة نفسها، بس ما بين الدول موجودة هذه الحواجز. التعرفة الجمركية أخذناها اللي هي تنفرض على الاستيرادات أو الصادرات. نظام الحصص أنه أحددك بحصة معينة بالتصدير أو الاستيراد. نظام الإجازات أو الحظر أنه على مود تستورد لازم تكون عندك إجازة أو تكون عندك هوية بغرفة التجارة أو قيود أخرى. داخل الدولة ممكن أنت من محافظة لمحافظة تنقل السلع، تبيع تشتري، ماكو هذه القيود. اختلافات نقدية داخل الدولة، كنا نعرف أنه التعامل حيكون بالاتفاق على عملة معينة اللي هي عملة هذا البلد. ما بين الدول لا، في حالة التجارة حتكون اتفاق على عملة معينة، وبالغالب احنا نلاحظ او نشوف انه بالغالب العملة اللي يكون اتفاق عليها اللي هي ماذا؟ الدولار. ممكن سلعتي او عملتي النقدية تختلف عن العملة النقدية اللي تعتمدها دولة ثانية او اللي هي عملتها الوطنية، فممكن انه ما يكون التجارة لا بعملتي ولا بعملتها النقدية، نتفق على عملة ثانية تتميز بالقبول ممكن انه نعتمدها. اختلاف الاخرى بداخل الدولة، طبعا ماكو هذه الاختلافات من حيث التقاليد واللغات والقوانين والتنظيمات، لكن ما بين الدول فرص العمل أو التجارة تتأثر باللغة والتنظيمات الحكومية والتقاليد التجارية والقوانين التجارة. التجارة الخارجية تختلف عن التجارة المحلية. هذا الاختلاف ما بين التجارة الخارجية والتجارة المحلية بصفة أو بصورة بسيطة. آخر موضوع اللي هو النظرية الحديثة في التجارة الدولية أو ما يسمى بنظرية هيكشر أولين. هؤلاء علماء اقتصاديون وضعوا نظرية. ملخص هذه النظرية أنه كل دولة تتميز بعنصر إنتاج رخيص أو متوفر نسبياً لدى هاي الدولة. مثلاً هنا المثال اللي أخذوه هؤلاء اللي هو الهند والولايات المتحدة. الهند تتميز بعنصر إنتاج رخيص اللي هو العمالة، عناصر الإنتاج من ضمنها العمل. العمل رخيص لدى هذه الدولة، إذن من المفترض إنه هذه الدولة اللي هي الهند إنه تسعى إلى إنتاج السلع اللي تتطلب عنصر إنتاج
نادر نسبيا لديها. بما معناه بما انه الهند متوفر عندها العمل، فما معقولة انه تروح تنتج سلعة تتطلب رأس مال. ليش ما تتطلب رأس مال او تتطلب رأس مال؟ ما المفروض تنتج هاي السلعة اللي تتطلب رأس مال او كثافة بعنصر الانتاج اللي هو رأس المال؟ لان هذه الدولة ما متوفر لديها رأس المال، دولة متوفر لديها عنصر العمل. اذا لازم تروح تنتج السلع اللي تتطلب عنصر الانتاج الكثيف والرخيص نسبيا اللي هو العمل. والولايات المتحدة كذلك عنصر الانتاج المتوفر لديها اللي هو النقود او رأس المال. فبحال الحالة الولايات المتحدة ما المفروض تلجأ الى انتاج او اقامة مشاريع تتطلب عنصر الانتاج النادر لديها اللي هو العمل؟ لازم تتخصص بانتاج السلع اللي تتطلب رأس مال كثيف مثل صناعة السيارات أو التكنولوجيا المتطورة والحديثة، آلات ومعدات، هذه تتطلب رأس مال كثيف ممكن الولايات المتحدة تنتجه. وما تلجأ لإنتاج سلع تتطلب عنصر الإنتاج العمل اللي هو عنصر إنتاج غالي لديها أو نادر، عفوا مو غالي. فملخص هذه النظرية إنه كل دولة لابد، ملخص هذه النظرية، كل دولة أو كل بلد لابد أن يتخصص في إنتاج وتصدير السلع اللي تتطلب إنتاج استخدام كثيف لعنصر الإنتاج الرخيص والمتوفر. قلنا الهند متوفر عندها عمل، إذن لابد أن تقوم بإنتاج وتصدير شنو؟ السلع اللي تتطلب عنصر الإنتاج الكثيف اللي هو العمل. بالمقابل تستورد السلعة اللي يتطلب إنتاجها استخدام كثيف لعوامل الإنتاج الغالية والنادرة فيها. يعني الهند تصدر مثلا الصناعات الألبسة أو الصناعات الغذائية اللي تتطلب، أو المحاصيل الزراعية اللي تتطلب عنصر الإنتاج الكثيف اللي لديها اللي هم العمل، وتستورد السيارات والمكائن والمعدات من الولايات المتحدة. لماذا؟ لأن هذه الصناعات تعتمد على عنصر إنتاج غالي وغير متوفر لديها ونادر اللي هو رأس المال. والولايات المتحدة ما تهتم بالزراعة وبالصناعات الغذائية لأن هذه تتطلب عنصر إنتاج كثيف اللي هو العمل، وتتخصص بإنتاج السيارات والطائرات والمعدات الحديثة. ليش؟ لأن تعتمد على عنصر الإنتاج الرخيص والمتوفر لديها اللي هو رأس المال. طلاب، هذه محاضرتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله بهذه نكون أنهينا ما مطلوب منا بخصوص مادة علم الاقتصاد. إن شاء الله الكورس الثاني حنبدي وياكم مادة جديدة اللي هي مبادئ الإدارة العامة. إن شاء الله تكون المحاضرة واضحة ومفهومة، وأتمنى لكم النجاح والموفقية. شكرا جزيلا.